السلام الخوت، كلا داركم عارفين القواعدات، كوان كيت طلا. اما السين تفرا ما غاديش تحتاجوا لها مازال، حيت غنبقى في كل ديبي ديال القصه غنبقى نحط لكم اخر مورسو من البارت اللي فات. ف هذا ما كان اخوتي نشري دابا قبل ما يجري عليا البوالي ولا يطفى عليا الضوء تاني. نبداو. يلا اختاروا، تكونوا معانا ولا لا. وهنا الخوت بدينا كنقرقوا في عينينا بيناتنا، وكيف قال لو شوا دابا راه بين يدينا، يا نبيعوا الماتش ونشريوا راحتنا ولا نبقاو وطنيين حتى لاخر رمق في حياتنا. من بعد ما سولونا داك السؤال ديال واش نقبلو نكونو معاهم ولا نحافظو على الوطنية ديالنا، هنا بديت كنشوف صحابي وكيشوفو فيا. تلفنا وما عرفنا ما نديرو، واش نقبلو بالعرض ديالهم اللي كان مغري ومغري بزاف، حيت راه طبنا وتعذبنا، ولا نحافظوا على الناسيوناليتي حتى الاخر رمق في حياتنا. تلفت شفت صحابي وشافوا فيا، داكشي كان عندنا بار انفراروج بالعينين، فهموني وفهمتو. ونطق واحد فينا وقال له حنا مغاربه وحنا راه اصراحر، الموت بالنسبه لنا راه شرف وحسن من الاتفاق معاكم. كانت هادي هي ديك النقطة اللي كتفيد الكاس. خونا زاد كعاو شير الغارديان التاني وزادو تا هما طلعو في الليفل ديال التعذيب. مشى واحد منهم جاب لينا شي طوارو ديال الزبل، كانوا طوارو مقيحين حاشاكم. بدا داك القبطان كيشوف فيهم، تنبح واحد منهم وقال الطوارو اللي قدامكم عامرين بشي روز ديال البارح شاط علينا، وكاين فيهم اللي فيه الزبل تاع الخضره، ومن ظهركم لقيتو داك اللي مكلف بالزبل كيدي ما خدمش اليوم تاع الناس. الله يهديه مسكين راه كيغلبو الناس بزاف، وعينا ما نحاولو معاه والو، ولكن كما تيقولوا فيها خير. هاد الطوارو الزبل مكتابين لكم باش تاكلوه. وهنا خوتي شير الواحد فينا، واحد الدري كانت سميتو محمد، قال لي اجي انت بدا اقول بسم الله غنفتح ليك يديك ونعطيك داك الشي اللي قسم الله، وما تحبس الماكله حتى نقول لك انا بركه. مشاو جوج ديال الغارديانات عند محمد وجروه جيت واحد طارو من دوك الطوار، ويقول لي واحد فيهم يلا بسم الله. الا كنتي انت اللي كتسمعني دابا بلاصه محمد، شنو غادير؟ اكيد غادي تكون ردت الفعل ديالك بحال محمد اللي بدا كيبكي وكيطلب فيهم باش يعفو عليه شي حد من هاد الكلاب،
ولكن مع من؟ مع هاد الكليبات البوليزاريو ما كيعرفوش شي حاجه سميتها العفو. هما راه كانوا كيساينو ديما غير لوكازيون فين يفجروا هاد الكبت اللي مخبيين في صدورهم. محمد مسكين عيا ما يطلب ويزاوك ووالو، ما لقاو دينا اللي تسمعلو. ملي عصبهم وما بغاش يبدا في الماكله شعل ليه واحد خونا منهم الحجرو. كان جابو ود الكلبا سيسدوس تكاه وخلاه سخفان في الارض. خونا ملي شافو طاح بدا كيضحك وكيقول صحابو واش هذا ذكر ولا انتوا؟ والسيد غير قستو برجلي وطاح وسخف. واش هكا دايرين المراركه؟ هنا ما حسيتش براسي طنطقت وقلت ليه اسمع الشريف الله يرحم الوالدين راه السيد راه على قد الحال، صحيح تو راه ما غاديش تحمل له شي دقه بحال هذيك، راه مريض بالقلب. جاوبني واحد منهم وقال لي اجي انت بعدا، شكون قال لك تحرك وتململ؟ وشكون اللي عطاك لوردر باش تتكلم؟ ولكن بما ان مولفز كيقفز اجي قرب عندنا. قربت لعندهم وبدات كتعطيني ديك الريحه الزينه اللي خارجه من الطار والزبل. قال لي واحد فيهم واش هذا صاحبك؟ قلت لي راه بحال خويا. خاصة صراحة محمد تعرفت عليه غير هنايا في الأسر. ويز واحد منهم سلاحو وحطو على راس محمد، قال لي اسمع داك الزعيم إلا كان صاحبك دب الصح فارا غنحسب الثالث ثلاثة، إلا ما قلتيش بسم الله وبديتي تعلف صاحبك راه غاطير ليه الشقفة دراسو. وهنا شفت لي ديريكت في عيني، بل لي أخونا عيني محمرهم، الشي اللي خلاني نعرف أنه ما كيتفلاش. تكيت على ركابية ووليت راسي الفم ديال الطارو وبديت كنشوف في الماكلة اللي غاد تدخل الكرشي. خشيت يدي في داك العفن وبديت كنحس بيديا كتنمل بالدود. ملي ديتها عند فمي والله اخوتي ما بغا يتفتح. عرفتي سبحان الله العظيم راه كنبغي نفتحو ولكن والو، وبزز باش حليت فيه واحد شويه في الاخر. وهنا صيفط الدغمال الاولى اللي كانت معلكه بالتسم، بقيت مخلي داك الشيء غير في فمي والله ما بغا يدوز ولا يتصرط لي. ولكن واحد فيهم كان دراني قال لي يلا صرط صرط ولا غادي نركل يماك. عرفتو هالخوت مع صرطو حسيت بالكومبريسون ديال المعده ديالي دفع داكشي بالجهد دفعو باش يخرجو. وهنا عرفت باللي لوكور ديال بنادم راه ما كيتحملش الوسخ. في البلاصه بديت كانت تبوع وكانت تقيه. من بعد ما تقيت مزيان قال لي واحد فيهم عرفتي انت غنعفو عليك اليوم، ولكن قبل ما تمشي غادي يخصك تشرب، راه الماكله ضروري ما تتبع لها الماء. كاين هادشي ولا لا مون كابيتان؟ هو يقول له داك القبطان اكاين الله يرضي عليك. هو يقول لي ياك تانتوما عندكم هاد القضيه في المغرب من مور الماكله كتبعوا لها الماء. بقيت غا كنشوف فيه حيت كنت عارف باللي هاد المال اللي غايجيب لي ما غايكونش المال اللي كتعرفو. هو يقول لي
اجي قول لي يا بعدا شنو كتفضل، تشرب من الروبيني ولا من الكاس؟ بقيت كنشوف فيه شحال وانا نقول له الكاس حسن. هو يقول لي ما يكون غير خاطرك، ما طلبتي غير الموجود. الصراحة انا البلان ديال الكاس والروبيني بحال الا تقول كنت عارفه، كنت عارف شنو قصد به، وانا جايكم في الهضرة وغادي توقفوا على كلامي. غبر هاد مسخوط الوالدين واحد جوج دقائق تقريبا، هو يتم جاي عدي وهز واحد نص ديال البيدو وفيه الماء. ملي وصل حدايا قال لي بسم الله، هاكا سيدي بالصحة والراحة. ملي شديتها في يدي حسيت بداك الماء سخون، ماشي سخون بزاف ولكن دافي، اما ريحته فرا كانت خانزة ومزفرة، اما اللون ديالو كان صفر. سبحان الله العظيم، داكشي اللي كان فراسي هو اللي كاين، وداكشي نيت علاش ما اختاريتش الروبيني. راكم عرفتوا الخوت شنو قدامي دابا، البول حشاكم كون اختاريت الروبيني فراكم عارفين اشنو غايوقع. وهاد المره قال لي اسمع، هاد المره الا رديتي هادشي اللي غتشرب فراه غنطير ليك لا انت لا صاحبك الشقافي دريوسكم. اذا اللي ننصحك به هو تشرب شربه وحده، دير ليه بحال الا فيك العطاش وعطاك شي حد شي كاس ديال العصير، شربوا بحال قريد الماء يكون دقه وحده. راكم عارفين الخوت دابا السيتياسيون فاش كاين، راه ما عاد الميت ما يدير قدام غسالو. سديت نيوفي وعينيا وبديت كنشرب، درت ليه قريد الماء، ما بغيتش نحيد فمي ولا نحبس، حيت الا مشيت تحبست ما غاديش نقدر نعاود نشرب. ملي ساليتو نط وبديت كنغوت على حر جهدي، كنغوت باش نخرج واخا غير شويه ديال السم اللي دخل اللوكور ديالي. وان فوا حبست الغوات بداو دوك الكليبات كيضحكو كيتلددو ولاد الكلاب، ولكن ما تسوقتش لهم، مشيت ديريكت عند محمد هزيتو ورديتو بلاصتو وجلست حداه وبقيت كنكمدها في الداخل ديالي. اما محمد فرا ملي حركتو زازاتو ملي كنت غادي بيه لديك البلاصه فين حطيتو يلا بدا كيفيق من ديك الضربة اللي عطاه داك خونا في حجر. درت لجهتي الاخرى بانوا ليا جوج من دوك الكليبات ديال الغارديانات جايين عندنا، وين تق واحد منهم وقال عندكم الزر، هاد الليله راه ما عندنا قانا ليكم، وراه لالا زهره ما غاديش تبقى تلعب معاكم ديما، مازال ايام الله طويله ومازال فين نقصروا معاكم، ودابا راكم غادي تباتوا هنا نيت في هاد الكوان، غتباتوا حتى للصباح. وداكشي اللي كان الخوت، بتنا في داك الكوان بتنا مقردين ويدينا مكبلين ورانا وواقفين علينا 8 ديال الغارديانات بسلاحاتهم. ما نكذبش عليكم الخوت، ديك الليله تقولي لا بتنا في شي ثلاجه واتسلخنا بالبرد، والله ما بغى يجيني الناس ولا يطيح في عيني. ما غمضت بدا كيفجر الحال، ولكن غير بدات عيني كتديني وبدا ليا الوجع في كرشي، الوجع من داك السم اللي كليت وداك الشي اللي شربت، داك الشي اللي شربت اللي عمرني في حياتي تخيلت باللي غادي نعرف الطعم ديالو شي نهار.
بديت كانت تقطع، ولكن تحد ما دافيك. فهاد الكوان هذا راه المناعة عندها دور كبير باش تبقى على قيد الحياة. بقيت كانت توجع تصبح الحال، والحمد لله مع طلعت الشمس بدا كيفوتني داك الشي. صبحنا على بعضياتنا بصباح الخير للواحد، وهنا بداو كيحسبونا شحال حنايا. واللي خصكم تعرفوها الخوت هو حنايا دابا 17 واحد، وانا ومحمد او لا محمد المهم كيعيطوا لي الدراري محمد، كمال 19. وقفونا من بلايصنا ويجيب لينا واحد الكليب من هاد الكليبات بالا وفاس، وداونا لواحد البليصة من هاد الكوان، ويعبروا لينا 6 متر على 4 وقالوا لينا يلا بداو الحفير. وما تنساوش راه خصكم تغرقوا على 3 متر، وراه وقت ما ساليتو غادي تسكنوا. صراحة ما فهمنا والو، بقينا كنشوفوا في بعضياتنا انا والدراري، ولكن ما عدنا ما نديرو. نفذنا الامر وبدينا كنحفرو، وداز داك النهار الحفير فيه من الصباح حتى الخمسة العشية. صالا النهار وسالينا معاه، والحفرة حلفات لا تسالي. ما تنساوش هالخوت راه خدمنا كونتينيو بلا ماكلة. واحد شوية جا واحد من دوك الكليبات وجاب معاه واحد الكاسرونة صغيرة كان فيها 3 ديال البطاطات مسلوقين، جوج خيزوات، واحد ميق تاع المرقة. ميق الخوت تيقولوها شي ناس تيقولوها شوية زعما، شوية المرقة، ومعاهم جوج خبيزات. نسيت قريعة ديال الماء. حط داك الخير قدامنا وقال لينا ضروا عليه وقولوا بسم الله، قولوا رزق وخيرات البوليزاريو، وملي تسالي وقولوا الحمد لله. حاجة اخرى ما سوقيش كيفاش غتقسموا هاد الخير بيناتكم، المهم هذا هو غداكم كولوه ولا لوحوه، شغلكم هذاك. مشاو خلانا كنشوفو في بعضياتنا وكنقولو كيفاش غنديرو لهاد القسمه. خصكم تعرفوها الخوت هو ان واحد فينا يقدر يدوز في هاد الشيء في ثانيه ولا جوج ثواني. راه كانوا مصارنا كي زغرتو بالجوع. الصراحه الخوت هاد الشي ما جانيش غريب، حيت فايت لي سامع بهاد الشي، ولكن الدراري حيت راه ما معناش غير عساكرية. كنا 16 عسكري، وثلاثة منا كانوا شيافرية، شيافرية ديال الرموكات، كانوا شدوهم في الحدود ما بين المغرب وموريتانيا. هادو بالضبط كان جاهم هاد الشي عجب، وجاهم صعيب وقاسح يصبرولو. اما انا كيف قلت لكم والدراري كاع العساكرية اللي معايا، فراه كنا سامعين بهاد الشي راه كاين، غير الفرق اللي كان هو اننا عمر جربناه، درنا على داك الخير الطراد الخاتم. والماكلة اللي وسطنا شاعدة على هاد العذاب. بقى كل واحد فينا كيشوف في الآخر، وين تق واحد فينا وقال الخوت ما كان عرفت تشي حد فيكم، وليني خصنا نديرو يدينا في بعضياتنا. راه هاد الكلاب باغين يعذبونا ويقتلونا غير بالفن، وتحنا إلا غنموتو نموتو من بعد ما نقاومو تا الاخر ليفل نقدرو نوصلولو. خصنا نتحداوهم هما يعذبو حنا نزيدو في الليفل ديال التحدي. الظروف راه ما غاديش تكون
في صالحنا، والايام الجايه غتورينا راه ما غيجي غير العذاب. وعقلو فين قلتها لكم، داكشي علاش احسن حاجه نديروها دابا هي نتعاونوا بعضياتنا. هاد الماكله دابا اللي قدامنا غنفرقها على 19 واحد، اللي خدا منكم حقه ياكلو ويقول الحمد لله الحمد لله. هاد خونا اخوت كان عسكري في واحد البطايون اخر، وتا هو شاءت القدر باش يجي يكون معانا. وهاد الكلام اللي قال دابا كاملو على صواب، واخا ما كيتقبلو لا عقل لا معدة. ولكن بعدك ما دير، راه قدر الله ما شاء فعل. المكتب هو هذا، خصنا نرضو بيه باش ما كان. تكلف داك الدرينيت وقسم داك شي على 19. انا جاتني واحد دغيمة ديال الخبز مغمسة في واحد شوية ديال المرقة، وواحد 3 سنتيم ديال البطاطا. اما خيزو عطيتو لمحمد حيت عرفتو باللي راه عزيز عليه. فهذا هو الرسيون ديالنا فهاد النهار. دابا جات نوبة الماء، بدينا كنشربو فيه بديك العلاقة ديال القرعانيت اللي فيها داك الماء. وبكا قدرنا نكملو جوج دورات ونص قبل ما تسالى ديك جوج يطرو. ملي سالينا داك الخير المعدة بدات كتزغرت، بدات كتقول ويلي واش باركة، واش هادشي اللي عطا الله. ثم زيدوا فينا يا الماكلة. اما العطش فرا عاد ما زاد، ولكن ما عدنا ما نديرو. عليك بالصبر، واخا الصبر غير هضرة مور الضهر، ولكن ما عدك ليه لاين. داز شي جوج سوايع هو يجي عندنا واحد من كليبات ديالهم، قال لينا اللي خصكم تعرفوا راه الليالي داخله، ودابا راه غادي خصكم الغطا باش تغطاو. الصراحه رجعت فينا الروح ملي قال لينا هاد الكلمه، حيت كان يحساب لنا باللي راه غادي يعيط لينا باش نشدو الملايات والمانط اللي غنفرشو ونتغطاو. وفهاد اللحظه بالضبط جاو جوج غارديانات اخرين وجايبين في يديهم مانطا وسادة وواحد البونجا وواحد جاكيطا وسروال مقطن وزوج تقيشرات وواحد صندالة وشاشية وطاقية. حطوهم بيناتنا وقالوا لينا هادو غطاد واحد وغيفوز بنيهم واحد منكم، وراه مرضي مهمتو هو اللي غادي يدي. بقينا كنشوفو في بعضياتنا شاد البلان عاود تاني ديال الزبل. كيبان لي بلي المفاجآت مازالين كيساينونا. نطق واحد منهم وقال لينا خصكم تعرفوا ان هاد الغطاء ديال واحد منكم، وهاد الواحد منكم هو اللي غادي يخدمنا باللي قلنا لي، يصبن يسيق ويطيب القبطان ديالنا طيابه. وملي غيسالي منه القبطان غادي يدوز كل ليلة عند واحد فينا باش يبيع ليه لحمه. خوت هادي يبيع ليه لحمه ما قالهاش بحال ما هكا كوم عارفين. ويكمل كلامه وقال لينا وغير عذرونا راه ما شدينا معكم حتى شي وليه اللي دير هاد الخدمه. اش بان ليكم ديروا قرعه؟ يلا ديروا قرعه، ولا شي زعيم فيكم ولا زعيمه تقول انا ومبروك عليها هاد المكافاه. قريت كتوبة
جورنالات ما خليت ما شفت في الأخبار، ولكن عمرني فكرت أن ناس مسلمين في هذا الوقت غيدخلوا في الخصوصيات ديال كراجل وغيدخلوا هذا الشيء في التعذيب. ذكرت ردو انتوا هذا الشيء، لا ذكرني بحاجة، فراه كيذكرني بواحد القوم سميتو قوم لوط. ولعيني الفرق اللي بين هاد الناس ودوك الناس هو الدين. الخوت الدين، ديننا الإسلام. ما فهمت كيفاش ناس مسلمين ومؤمنين بالله وبالرسول كيصليو وكينفذوا جميع أركان الإسلام وكيقاسمونا قبلة وحدة وكياكلوا الحلال اللي أمر به الله، كيفاش هاد الناس يقدروا يديروا فيك هادشي؟ كيفاش يقدر ياخد راجل ويرد طمرة؟ كلنا ما كرهناش نتغطاو، ولكن واش تقبل تغطاو وتنفذ هاد الشروط؟ الدراري وحتى انا كلنا غنجاوبو بلا، حيت الواحد الى مات خصو يموت بالرجولة ديالو. نفضل نموت ميات مرة ولاي، راكم عارفين. جاوبناه بجواب واحد، الزغطاك ما بغيناش. خونا ما حملش راسو، قال لينا يا ودي فكروا مزيان، راه مازال الوقت بين يديكم. ولكن جوابنا كان قاطع، لا هي لا. وهنا قرر باش يدوز لواحد الليفل اخر، قال لينا ايوا سيادي ملي تحت فيكم ما بغا هاد الربحه باينه بلي راه كاين الصهد، الجوع عندكم سخون وحنا ما نبغيوش ليكم الصهد، نصلحوا حوايجكم وبقاو زبطين. بقينا كنشوفو انا والدراري في بعضياتنا، الله يا ربي الله اش غنديرو، تا كنقولوها راه بدات كتسقم وكيخرجوا لك تاني بشي شي حاجه عمرك شتيها ولا سمعتي بها. ملي شافنا باقين ما حيدناش حوايجنا قال لينا غنحسب حتى العشرة، ويلا لقيت شي حد فيكم باقي لابس شي شرويطه غندوقو من واحد العذاب عمر شافو ولا تخايلو ولا حتى سمع بيه. وهنا الخوت طارت بينا الدنيا تاني، تلفنا وما عرفنا ما نديرو، ما عرفنا لا ما نسبقو ولا ما نوخرو. ولكن هنا ما عليك الا تاكتيفي داك المود ديال ما عد الميت ما يدير قدام غسالو، ما عدك الا تنفد. نصلنا حوايجنا كل واحد فينا حطهم قدامه، بدينا كنترعدو بحال دوك الفلالس اللي تكب عليهم الماء. هذاك الكلب امر واحد الجرو اخر، واحد خوه، واحد الغارديان اخر امرو قال له جمع دوك الحوايج وخليهم معاك. وداك الشي اللي كان جمعوا لينا كاع دوك الحوايج وداوهم. خونا اللي كان غادي بيهم عيطلو واحد اخر من دوك الغارديانات، قال له اجي اجي يا ابن عمي اجي، راه تحرك شويه هاد البرد، جيب دوك الحوايج نسخنو بيهم. حطوهم تما وشعلو فيهم العافيه. هاد خونا هادا اللي دار هاد الفعل، والله تشوف كمارتو ما يديك نعاس يومين. خونا موسخ وملق، وحنا اللي محابيس خير منو، والشرطي قطرلو من عيني. كان ود الكلبة باغي نيرفينا باش شي حد فينا يجاوب، ولكن تحنا
كنا ما مفاكينش والله لا وصلنا لذاك الشي اللي بغى. بقينا على ذاك الحال واقفين على رجلينا دال نصاصات الليل، وهنا بدينا كنحسو برجلينا بداو كيتبنجو. لوكور ديالنا ما بقيناش كنحسو به، البرد الخوت، اما الحمنة فراه تسم بالماء ديال الندى اللي كان كيطيح من السماء. بداو الدراري كيوتشو الارض، كان السم القاطع، وراه ماشي غير البرد بوحدو اللي خلى بنادم يطيح الارض، راه تا العيا والعطش وزيد عليها الجوع. اما قلت الناس بلا ما ندويو عليها، الشي اللي خلانا نغيبو، درنا واحد الاغماء جماعي. الله الا غيبنا كاملين الخوت، ما فقنا تافيقونا بسطول هاد الماء، بداو تيكبوهم علينا، كانوا الماء باش كيرشونا نتلج. وما تنساوش اخوتي باللي راحنا عرياني. الله اخوتي لا، واحد الفياق سان كيطوال، كيولي داك الماء ملي كيقيس ليك ذاتك بحال الا تقول لا الكول وزدي عليه شويه ديال الملح الحيه، وهذا الشيء كيطيح عليك فوق شي جرح مثلا بحال هكا داك الماء المثلج اللي فيقونا به في الصباح، كتولي كتنقز لربي اللي خلقك. هكا خوتي غيبقاو يفيقونا كل صباح، هذا الشيء دام شي شهور محدوده. اما دابا نقول لكم البروغرام كيفاش كان. كان هاد التفياق ديال الماء بارد كيبداوه من نوفمبر تال ابريل تقريبا، من شهر 11 تال شهر 4 هكاك، حيت الشهور اللي باقين كيبدا الحال كيسخن. الا كب عليك الماء فهاد الشهور فراه غيدير فيك خير كبير، وهاد الكلاب حاشا ولله واش يديرو فيك شي خير. اما هاد الشهور اللي بقاو فراه فيهم واحد العذاب اخر، عذاب اللي زايد نغزا تا هو، وهاد الشي غادي تجيبو القصه من بعد، حيت دابا كاينين في شهر جوج، وهاد الشهر هذا داخل في الصيف الاول ديال الماء المقلاصي. الخوت الاستوار عاد ما غادا وكتشحر. البارت الثالثة نهار الجمعة ان شاء الله. فهذا ما كان اخوتي، ما تنساوش ترحموا على كاع الشهداء اللي دازوا في الصحراء واللي دازوا في ذاك الكوان، لا اللي حي منهم ولا اللي مات. ترحموا على اللي مات واللي مازال في الحياة، طلبوا له شي موتة مستورة. فهذا ما كان اخوتي، شكرا على تفاعلكم الزين. كيف قلت لكم راه لي كومونتير ديالكم والله تا كنقراهم كاملين. تهلاو.